أهلا بكم من جديد. بوريس جونسون كان وداعه لم يكن حزينا، لا لحزبه ولا للمعارضة ولا حتى له شخصيا. ارتدى قناع الشجاعة بالقول في جلسة المساءلة الأخيرة إنه أنجز ما كان عليه. سباق الترشيحات انتهى بفوز بطاقتين، الأولى لوزير الخزانة السابق ريتشي سوناك والثانية لوزيرة الخارجية ليز تراس، لتعرض على 200 ألف عضو في حزب المحافظين لاختيار رئيس الوزراء المقبل. النتيجة ستعلن مطلع سبتمبر المقبل. سوناك حظي بالثقة لكفاءته في إدارة تكاليف أزمة وباء كورونا، الأمر الذي أهله للفوز بمركز متقدم في جميع جولات الترشيح بين نواب المحافظين. تراس التي تقدمت من موقع متأخر قالت إنها الشخص الوحيد القادر على إحداث التغيير بما يتماشى مع مبادئ المحافظين الحقيقية، ولكنها تثير قلق مدينة المال في لندن لسياساتها الضريبية غير المتناسبة مع الواقع. سباق الترشحات انتهى إلى تنازع شرس، ما غذى أمال المعارضة العمالية من اندلاع حرب أهلية داخل حزب المحافظين، لأن الدلائل لم تتوفر لاندلاعها بالفعل. جونسون قدم وصاياه الأخيرة لمن يفوز بأصوات أعضاء الحزب قائلا: ابقوا مع الأمريكيين، ابقوا مع الأوكرانيين، ادعموا الحرية، خفضوا الضرائب، ولا تصغوا للخزانة. إذن هل يتسبب سباق الترشح بتمزق المحافظين؟ ما هي السياسات الرئيسية للمترشحين وكيف يمكنهما مواجهة المصاعب الاقتصادية؟ أبدأ النقاش وأرحب بضيفي الكريمين من لندن، سيدة سامية الأطرش عضو حزب المحافظين، ومن لندن أيضا الكاتب الصحفي أحمد أصفهاني. أهلا بكما على شاشة الغد. أبدأ معك سيدة سامية، ما الذي تعنيه هذه النتائج؟ 137 لسوناك، 113 لتراس، و105 أصوات إلى وزيرة الدفاع السابقة. هل تختلف خيارات قيادات حزب المحافظين عن خيارات الناخبين 200 ألف؟ لا شك في ذلك. نعم، هناك اختلاف كبير. الحزب منقسم جدا الآن، من سيكون الفائز للوصول إلى 10 داونينج ستريت. أنت تعرف عندما أعلن اليوم سير غرام برادلي عن أن رئيس لجنة 1922 أعلن عن النتائج، وكانت النتائج أنه مثل ما استمعت من برنامجكم 137 صوت لريشي سوناك و113 صوت لليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية. ومع كل الأسف كان حظ بيني موردونت 105، كنا نعول عليها أن تكون هي في من المرشحين الذين سيصلون إلى 10 داونينج ستريت. ولكن الانقسام واضح، لأن من يؤيدون سوناك قد لا يؤيد، هناك من نواب حزب المحافظين لا يؤيدون سوناك لما فعله ببوريس جونسون. لو أعود بالذاكرة إلى 2019 عندما كتب سوناك بأن بوريس جونسون هو الوحيد القادر لتوحيد صفوفنا وخروجنا من الاتحاد الأوروبي، وفي الفترة الآونة الأخيرة وقف ضده واستقال قائلا إنه لا يستطيع الاستمرار مع بوريس. بوريس اليوم لم يدلي بصوته اليوم للمرشحين الاثنين ليز أو سوناك،
حتى لا يؤثر على فرص نجاحهما للوصول إلى سدة الحكم. ولكن أعضاء الحزب، أنت قلت هم كانوا 160 ألفا في 2019، وطبعا نحن الآن في 2022، طبعا زاد أعداد أعضاء الحزب، ومعظم أعضاء الحزب لا ينظرون إلى سوناك إنه هو الرجل المناسب. هذا لا أقول عن النواب، أقول عن أعضاء الحزب، لا يظنون إنه الرجل المناسب لكي يصل إلى سدة الحكم، نظرا لأنه يريد أن يرفع من الدخل الضريبي. له أجندة معينة، نحن نريد أن الشعب يعاني الآن الأمرين، من ناحية المعيشة، من ناحية هناك عوائل لا تستطيع أن تصرف. وهذه تحديات حقيقية أمام أي زعيم مقبل للحزب وأمام أي رئيس وزراء. لكن أستاذ أحمد أصفهاني، الخيارات فعلا أمام القاعدة الحزبية لحزب المحافظين، يعني ربما قيادة الحزب، النواب الحزب اختاروا ريشي سوناك كفائز أول، كمرشح أول بالنسبة لهم، ولكن أين تتفق وأين تختلف خيارات القاعدة الحزبية لحزب المحافظين؟ هل ستذهب أصوات وزيرة الدفاع السابقة إلى ليستراس فترجح كفتها، أم ربما تذهب إلى ريشي سوناك فتؤكد ترجيح كفته؟ نحن الآن انتهينا من مرحلة النواب، يمكنك القول أن كل من المرشحين 0-0، هكذا يجب أن ننظر إلى الأمر، ونترك للناخب المحافظ عضو الحزب أن يتخذ قراره في هذه المسألة. ستكون هناك مجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول هو الوضع الاقتصادي، السياسات التي يمكن أن يطرحها هذا المرشح أو ذاك. سوناك يقول أنه سيحافظ على فرض الضرائب لأن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى ضرائب. تراس تقول أنها ستوقف الضرائب. الناخب البريطاني يفضل هذا الأمر. تراس أيضا تتشدد فيما يتعلق بأوروبا. سوناك إلى حد ما لا أقول معتدل، لكنه يمكن أن يفاوض حول هذا الموضوع. هذا يعجب القاعدة الشعبية. في رأيي، وهنا كما قلت في أحد المقابلات، في رأيي الناخب المحافظ، ناخب عضو حزب المحافظين، هو تقليدي يميني، وبالتالي يمكن أن يصوت باتجاهات لا علاقة لها لا بالاقتصاد ولا بالسياسات الأوروبية والخارجية. وأقصد بذلك يمكن أن يكون هناك عامل أن المرشح سوناك هو من الأقليات العرقية، وهناك قطاع من حزب المحافظين، قطاع لا أقول الجميع، لا يمكن أن لا يتحمل مثل هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. نعم، هي ستكون سابقة تاريخية، أليس كذلك أستاذ أحمد؟ إذا تم ترشيح أو فوز ريشي سوناك بزعامة الحزب. هذا صحيح، وهنا بيت القصيد. يعني دعنا من مسألة النواب انتهى دورهم، عقدت صفقات وما شابه ذلك، هذا يؤيد ذاك مقابل مناصب، مقابل المستقبل، كل هذه الأمور. لكن في نهاية المطاف الذي حدث في انتخابات اليوم، بمعنى الوصول إلى 2-2، أن النواب اختاروا شخصية بريطانية ليز تراس بكونها يمكن أن تنافس المرشح الأساسي سوناك، لأنها تملك المؤهلات وتلاقي هوى لدى الناخب البريطاني بشكل أو بعام. لكن إذا فاز سوناك ستكون هناك في رأيي سابقة تاريخية مميزة في بريطانيا. نعم، أستاذة سامية الأطرش، من هو الأقدر من هاتين الشخصيتين على توحيد الحزب؟ أم عملية توحيد الحزب ربما
أصبحت هدفا بعيد المنال، لا يمكن لملمة الجراح التي حدثت داخل صفوف حزب المحافظين والخلافات بين النواب بعد فترة حكم بوريس جونسون. هذا أمر بعيد المنال أصبح وراء الظهور. هذا صحيح. بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي هناك بعض البقائيين الذين كانوا يريدون أن يخرج بوريس جونسون من سدة الحكم نهائيا. اليوم سوناك في مقابلة مع ديلي تيليغراف قال إن معالجة يعني من أولوياته هي معالجة التضخم والحالة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا. وأيضا قال كلمة، قال لو كانت مارغريت ثاتشر موجودة الآن لكانت ستدعم منهجه. لكن هل الشعب سيدعم منهج ريتشي سوناك بأن يضع الناخب البريطاني في موقع لا يحسد عليه؟ نحن نعيش غلاء معيشة، صحيح العالم تعيش نفس الحالة الآن بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لكن نحن الآن نلظى، الحالة شديدة صعبة جدا. يعني اليوم بالذات جايكوب ريس-موغ هاجم سجل سوناك في وزارة الخزانة وقال لشبكة سكاي نيوز لو استمعت إن زيادة الضرائب الذي يريد أن يفرضها على الشعب هي غير محببة، وإنه لو فعل ذلك سيتخذ قرارات غير صائبة. وقلل أيضا من شأن موقف سوناك من بالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن يعني أستاذة سامية مصير البلاد حقيقي. الآن لو سمحت لي يعني بين أيدي 200,000 من أعضاء حزب المحافظين بأيديهم، أريد أن أفهم منك كيف يفكر الناخب المحافظ عضو حزب المحافظين القاعدة الشعبية، كيف تفكر لنعلم إلى أين ستذهب البلاد، أي قيادة ستختار؟ مثل ما قال ضيفك الكريم أن وصول ريشي سوناك إلى سدة الحكم علي علامات استفهام كثيرة. أولا في نظري كعضوة في حزب البعث إنه عمل يعني بطريقة غير محببة، قسم ظهر بوريس جونسون. بوريس كانت عنده أفكار كثيرة لكي يصل بنا إلى بر الأمان كما وعد الناخب البريطاني في 2019. وأيضا ماذا فعل على سجل زوجته الضريبي؟ هل هو خالف القانون؟ إذا كان بوريس فاشلا هل تظن أن سوناك سيكون ناجحا؟ وأيضا هو ابتلي بغرامة لأنه أيضا هو كان مع بوريس في فترة الإغلاق في كورونا وغرم أيضا هو الآخر. هذا بالنسبة له، هو عندما خرق القانون نعم نقول له نعم كعضوة، أنا أتكلم هنا عن بعض أعضاء وكما استمعت منهم، أم أن نضع أن يأتي لكي يكون هو زعيم الحزب ويصل إلى سدة الحكم. بالنسبة لليستروس، إن ليستروس هي لها دور كبير في التجارة وفي الاقتصاد، كانت هي زعيمة حزب في عندما كانت في جامعة أوكسفورد كانت تترأس الديمقراطيين الأحرار، لكنها انضمت إلى حزب المحافظين في عام 1996. تراس تقول إنني سأعمل على إحداث التغيير للشعب بما يتماشى مع مبادئ حزب المحافظين الحقيقية، بينما سوناك ماذا يقول؟ إنه الوحيد القادر على هزيمة سير ستارمر
رئيس حزب العمال من الوصول إلى سدة الحكم. نعم. نحن نريد من يجعل هذا. وصلت هذه الفكرة تحديدا، من يستطيع هزيمة سير كارمر؟ أستاذ أحمد أصفهاني، يعني هل الناخب في حزب المحافظين، أعضاء حزب المحافظين، هم بين خيارين أحلاهما مر؟ لا هم راغبين بليز تيرس ولا ريشي سوناك، فرض عليهم الاختيار بين هاتين الشخصيتين، هل الأمر كذلك؟ ليس بالضرورة، يعني الناخب المحافظ العضو لحزب المحافظين، نحن لا نتحدث عن ناخب، لأن هناك ناخبين يؤيدون حزب المحافظين لكن لا ليسوا أعضاء رسميين. نحن نتحدث الآن عن 160 أو 170 ألف عضو سيقررون مصير هذا البلد لمدة 3 سنوات. هذا الناخب لا، في رأيي لا يقيس مقاييس مناقبية أو أخلاقية. يعني التأييد الذي حصل عليه بوريس جونسون، علما بأن الجميع يعلم أنه ارتكب مجموعة من الأخطاء، وما يزال يحصل عليه بوريس جونسون يؤشر إلى أن الناخب بحزب المحافظين سينظر إلى مصالح معينة، مصالح الحزب، مصالح الطبقة الوسطى وما فوق، الضرائب وما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد أن الحملة على سوناك الآن لأنه خان بوريس جونسون هي حملة مفهومة، بوريس جونسون نفسه لم ألمح إليها. المشكلة الكبرى الآن هي التالية، هل يصوت القطاع الأكبر من الناخبين المحافظين أعضاء الحزب المحافظين حسب المصالح الاقتصادية، أم أنهم يأخذون في الاعتبار أن ليز تراس منهم وفيهم وأقرب إليهم من أي طرف آخر ويأتون بها رئيسا للحكومة؟ نعم أستاذة سامية. نعم أستاذة سامية، الناخب المحافظ كما قال الأستاذ أحمد يفكر بهذه الطريقة، إذن الحديث عن مصالح الطبقة المتوسطة ليس الطبقة العامة من الشعب البريطاني، وبالتالي أي حكومة مقبلة ستكون أمام تحديات إرضاء الشعب البريطاني، إرضاء الناخب البريطاني، كيف سيكون مستقبل الحزب في الانتخابات المقبلة؟ بالنسبة لما شاهدته اليوم وقرأته من الصحف وشاهدته على شاشات التلفزيون واستمعت، معظم رؤساء المناطق الانتخابية سيجتمعون بأعضاء مناطقهم وسيوضحون لهم ما هي الخطوط العريضة لوصول تراس للحكم ووصول سوناك للحكم. هنا يجب أن نعرف أن معظم الناس الاقتصاد أهم حاجة في الوقت الحاضر، يريدون أن يصلوا بهم إلى بر الأمان لكي يعيش الناخب البريطاني في وضع أفضل، لأن لو نحن بقينا على الوضع الذي نعيش، حتى نحن من الطبقة المتوسطة العالية نشعر بوجع كبير في الوضع الذي نحن فيه الآن. هنا أعضاء الحزب منقسمون، لكن الشعب لا يكون منقسما إلا أن يضع الخطوط العريضة ومصلحة الشعب والوطن أمامه. صحيح أن سوناك قد ربح بعدة أصوات من بعض النواب البقائيين والذين ليسوا مع بوريس جونسون، لكن لا تنسى التنبؤ صعب في الوقت الحالي، من سيربح، ليز أم سوناك؟ لا ننسى أن ليز لها من المكانة والحصافة تحصل على أصوات أكثر، موقعها سيحصل على أصوات أكثر مما لكن كنا نعول دائما على وزير الدفاع البريطاني بن ولس، لكنه مع كل الأسف تنحى، وكنا نعم، وكان هو أبرز المحظوظين بهذا الفوز، لا وكان تم ترشيحه. دعني أعود بالسؤال الأخير فقط للأستاذ أحمد أصفهاني، أيا كان الفائز التحديات كبيرة، ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، التضخم، مسألة شح الوقود،
أزمات البريكزيت التي ما تزال متلاحقة، أيا كان الفائز، هل من خيارات أمامه ليفعل لينجز أفضل مما أتى به بوريس جونسون؟ أعتقد سأسمح لنفسي بالتوقع، أعتقد أن ليز تراس ستفوز، هذا انطباعي من لقاءاتي مع أصدقاء وزملاء وجيران من حزب المحافظين الذين يصوتون أعضاء رسميين، أعتقد أنها ستفوز وستحافظ على السياسات التي سار عليها بوريس جونسون، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوكرانيا، أمريكا، العلاقة مع روسيا وما شابه ذلك. لكن الجميع، جميع حتى من يشاركها، أخيرا هي ستشكل حكومة والحكومة تتحمل مسؤولية جماعية، يجب أن يعالجوا الوضع الاقتصادي. كما قالت ضيفتك الكريمة، الوضع الاقتصادي أصبح سيئا للغاية وهو يزداد سوءا بشكل أو بآخر، خصوصا مع بدء الضغط الروسي الاقتصادي على أوروبا. هل تستطيع القيادة البريطانية الجديدة أن تبقي الاتحاد الأوروبي موحدا في موقفه من روسيا؟ هذا تحدي كبير جدا، وأعتقد بشكل أو بآخر أن الوضع الاقتصادي سيطغى وحزب المحافظين سيدفع ثمنا باهظا إذا لم يستطع أن يعالجه في الانتخابات المقبلة بعد 3 سنوات. نعم، الكاتب الصحفي أحمد أصفهاني كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للسيدة سامية الأطرش عضو حزب المحافظين، كنت معنا من لندن أيضا، شكرا جزيلا لك. انتهى وراء الحدث، شكرا لطيب المتابعة، ألقاكم بخير.